السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم كما كتشوفوا غادي نحضر معكم كاب كيك كيجيو صراحه نهائيين بحشوه ديال الشوكولا، كيجيو صراحه خطيرين خفافين وبمكونات اللي هي سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. اذا كنتي اول مره كتشاهد هذه القناه فانا كندعوك بالضغط على الزر الاحمر، زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد، وايضا ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. كما كتشوفوا هنايا راه كنحاول انني نصور وبيد واحده انا كنحل لكم، شوفوا ما كيتلصقوش نهائيا وكيجيو رطبين خفافين لذادين، والحشو ديالهم كيجي رائع جدا صراحه، كيجاو كيحمقوا. ان شاء الله كما غادي تجربوهم غادي يعجبوكم، شوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجي، واحد الطريقه كنديرها زوينه باش يجي هذاك الشكلاط الداخل سايح، كيجي هكا لذيذ. دابا غادي ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاج 3 ديال البيضات بدرجة الحرارة ديال الغرفة، غادي نحتاج معاهم 1 كاس الا ربع ديال السكر سنيدة، وهنايا غادي نضربهم بالباتور. الا كان عندكم يعني فوي مانيال تقدروا تستعملوه، ونديرو اللي كان عندكم واللي كيريحكم كذلك في الخدمة. هنا غادي نبقى كنضرب في البيض واحد شوية حتى يطلع، ومن بعد غادي نضيف باقي المكونات. هنايا كما كتشوفوا الخليط ديالنا بعد ما كي يرتفع واحد شويه هذاك البيض مع السكر سنيده، هنايا غادي نضيف هنايا الفاني وايضا قشرات ديال الحامضه باش كيجيو منكيين وما كتعطيش فيهم نهائيا هذيك ريحه الزفوريه بالمره. هنا يعني فقط الباتور طافي، يعني كنحتاج فقط غير هذوك التراب العادي، يعني كنخلط المكونات اللي عندي. وهنايا غادي نضيف واحد الكاس كبير يعني عامر يكون الحليب مخلط بالشكلاط صافي، ومن بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت وغادي نولي نعاود نطرب. من بعد غادي نبقى كنضيف الدقيق يعني على حساب وعلى حساب الخليط اللي عندي، ومن بعد غادي نضيف جوج ديال الخمارات والخليط ديالنا اولا الكيكه ديالنا غادي تكون واجده. هنايا كنتمنى ان الوالده ديالي ما تشوفش الفيديو، قلبت ليا الزيت معليش. صافي كناخذ نص كاس ديال الزيت وكنضيفوا لهذاك الخليط كنطربوه حتى هو غير شويه، ومن بعد كنضيف الدقيق شويه بشويه وكنبقى حتى كيتجانس عندي هذاك الخليط، كيجي القوام ديالو خفيف ما كيجيش ثقيل بزاف. في الاخير انا غادي نضيف واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نضيف البودرة ديال الكاكاو حيت انا بغيت الكيكه ديالي تجي بالشوكولا. كما قلت لكم هنايا الدقيق تبقاو تضيفوا بشويه 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 حتى يعني تحسوا بالقوام اللي كيكون كريمي ديال الكيكه. بالنسبه للساشي اولا البودرة ديال الكاكاو اللي انا استعملت درت غير ساشي وحده، ممكن ديروا ديال العبار واحد المعلقه ما تكتروش بزاف. هذه هي الساشيه اللي انايا درت ديال البودره ديال الكاكاو. كما قلت لكم ما تكتروش بزاف الكاكاو باش ما يجيكمش قاصح. صافي درت جوج خمارات، من بعد غادي نبقى نطرب الخليط ديالي حتى يتجانس ونطلق معاه. Thank you.
هنايا بعد ما كنوجد الكويرت ديالي وكنستفون في هذيك لاطا ديالي كاب كيك، فكندير هنايا شي حاجه اللي هي تساعدني وكندير فيها هذاك الخليط ديال الكيك، كندير واحد المقدار ديال التلوت ديال هذاك الكاغيط ديال الكاب كيك صافي، وكنبدا كنخوي في الكيكه ديالي هنايا حتى غادي نسالي. وغادي ناخذ البودره ديال الكاكاو اللي كتكون حلوه اللي كنستعملوا الوليدات ديالنا مع الشوكولا، ممكن انكم تخلطوها بشويه الماء او شويه ديال الحليب، كتبقى هكا شويه متماسكه في راسها، وكنبقى كندير شويه شويه في كل حبه ديال الكيك، ومني وكتزيدوا ايضا حتى طريفه ديال الشكلاط الا بغيتوا باش كتجي لذيذه بزاف. وهكا ملي كيحلوها الوليدات ديالكم وكيلقاو هذاك الحشو ديال الشوكولا صراحه كتجي زوينه بزاف. انا غادي نستمر بحال هكا. من بعد غادي ناخذ الكيكه ديالي غادي نديرها طيف درجه الحراره 180 درجه. انا هنايا طيبتها في الفران ديال الضو، الا كان الفران ديال الغاز فغادي تشعلوا عليها بحال الفران ديال الضو، كنشعلوا عليها من تحت حتى كتطلع وكطيب لينا من تحت، من بعد كنشعلوا عليها من الاعلى. هنايا هذا هو الخليط اللي قلت لكم ديال البودره ديال الكاكاو، هنا ممكن تخلطوه بالماء ممكن تخلطوه بالحليب، خلطوه باللي بغيتو وصافي. وكنبقاو كناخذو شويه شويه وكنديروه في الكيكه ديالنا باش كيعطينا هذاك التعليكه لداخل ديال الشوكولا. فكان هذا هو شكل الكيكه ديالنا اللي حضرت معكم اولا لي كاب كيك المادلين باش معروفين. كيجي صراحه هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زالين وكما شفتوا يعني كيجيو صراحه خفيفين خفيفين بزاف، والمذاق ديالهم كيجي معلك وكيجيو روعه. شوفوا الهشاشه ديالهم من الداخل، كيجي هذاك الخليط اللي درناه ديال بودره ديال الكاكاو الحلوه، كتجي غزاله كتجي معلكه لداخل كما شفتوا. ممكن ديروا حبيبات ديال الشوكولا من الداخل، وممكن حتى ديروا لي فخوي كونفي باش كيجي داك العضه ديالهم كتجي كتعلق في الفم. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. انا متاكده انكم الا جربتوهم بنفس الطريقه غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا وليداتكم ومالين الدار ان شاء الله. علاش لا،
الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في القناه. الناس اللي مازال ما اشتركوا، الناس اللي في الدار ديالنا مرحبا بكم، نتوما هما مالين الدار. وشكرا دائما على الدعم ديالكم وعلى لايكتكم عليا. هنايا كنوريكم مره اخرى الشكل ديالهم لداخل كيجي غزال. نضرب لكم مواعيد فيديو جديده قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.